يا ناجي باشا، يا ناجي باشا، ابوس ايدك، نستنى لحد الشمس ما تطلع. انا مش شايف كف ايدي. انا قلت لازم نعدي الناحيه التانيه قبل النهار ما يطلع، ومش عايز اقتراحات. هنا بس انا اللي اقرر، واي كلام اقوله لازم يتنفذ بالحرف من غير مناقشه. يا والله زمان يا باشا، ايام طوابير الزمن كان الواحد يقف ملطوع من 5 الفجر ل2 الظهر. زهر الحق يا باشا، زهر وقع. ايه زهر وقع يا باشا؟ زهر مالك؟ مالك يا باشا؟ يا باشا انا عندي عقده من الاماكن العاليه والضلمه. انت عندك كام عقده؟ انا عايز اعرف. في نفق تحت الارض قلت لي عندك عقده الاماكن المقفول، فوق الجبل مش عاجبك. لا تحت الارض نافع ولا فوق الجبل نافع. قوم يلا قوم. ماشي يا باشا. انت كويس دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله. يلا صل على النبي. حسين يا شيخ حسن، انا مش بتاع مرمطه، مش بتاع مرمطه، انا من البيت للشغل ومش شغل للبيت. سيبها على الله يا ابو الزواهر، وانت بس انوي خير كده وربنا هيفتح لنا كل الابواب المقفله باذن الله. والله من بقك يا شيخ حسن، نادرا عليا اول ما انزل مصر لحجاج الكم والغوالي. ما انت ما تعرفوش، انا اول ما انزل مصر هفتح شركه سياحه كبيره قوي، حج وعمره، وتبقى انت وام الغوالي تطلعوا من عندي. هو ده العشم برضه. وانت يا حسام مش ناوي تيجي انت رخر؟ رخر ان شاء الله يا شيخ حسن. وانت تهامي كمل نص دينك بقى، ها؟ واطلع معايا من شركتي، حج وعمره انت ومرتك. ربنا يسمع من بقك يا شيخ حسن. وانت ابراهيم؟ نعم. مش ناوي تعجل بقى كده وربنا يكرمك يعني وتهدى شويه؟ وانت شايفني كافر يا شيخ حسن؟ لا لعزم الله يعني، بس يعني ما شفتكش من يوم ما عرفنا بعض انك فردت سجاده وركعتها. وانت مركز معايا ليه؟ خليك في حالك. يا ابني اللي احنا فيه ده دلوقتي والرزق اللي ربنا رزقنا بيه ده محتاج توبه نصوحه. اتوب من ايه؟ مش فاهم يعني اتوب من ايه يا جماعه؟ وانا عملت حاجه عشان اتوب؟ بس يا شيخ حسن. ايه؟ همشي لوحدي؟ يعني انا امشي لوحدي وانتوا معاكم فلوس وتتكلوا انتوا على الله؟ ها؟ وبعدين شايفكم شادين مع بعض، ده وقته؟ مش لما نخلص نعدي من المصيبه اللي احنا فيها دي؟ يلا بينا. ايه نضال تعبانه ولا حاجه؟ انا كويسه يا باشا تمام. نضال؟ نضال مين يا باشا؟ دي هاني. لا اسمها الحقيقي هاني، اسمها في المقاومه الاسم الحركي بتاعها نضال. كده بجد؟ عموما هو نضال احلى بكتير. لا شيخ يلا يلا. كاين بالسيدة، توجيهاتكم صح، أنا هيك شايف. شالوم شالوم أدوني أنسي. شالوم. زي ما قلت لكم قبل شوي، تركيز راح يكون على التفجير اللي صار في المبنى. البنك فينش. ايش بدنا نقول للمجتمع الدولي؟ معقول نحن نقول انه بنك لقومي الاسرائيلي انسرق؟ انه اسرائيل انسرقت؟ بتسقط هيبة الدولة في اسرائيل. من بكرة رح ندخل على البنك نعمل شوية إصلاحات مع الزلم. أنا متأكد تماماً إنه الناس يلي سرقوا البنك لساتهم هون موجودين في البلد، والفلوس جوا إسرائيل.
ايه صار معك يا ايزاك؟ كوخوت ربي تاخون هيد باراسون هاد فول ادون منحي بس الكيب صور اكيب اتحب فول. عارف النملة؟ انا مش عايز النملة تعدي حدود اسرائيل. النملة النملة يا ايزاك يا قو. الساعة 3 بتعرف يا شاول لما الوقت لما الساعة بتعدي الساعة 1 وبتصير الساعة 3 ايش بحس؟ بحس اني كأني نمت 8 ساعات وفقت واخد منبه ونشيط. ايش يا شاول؟ نعسان؟ لا ما تاكلش حمي يا دوب من اخيم. انا هسه صحيت. بنك لأمي اتسرق. مش قادر مش قادر اصدق. تعرف ايش حاسس يا شاول؟ نفس الإحساس يلي حسيته 6 أكتوبر 73 لما المصريين حطموا خط بارليف وعبروا قناة السويس ودخلوا سيناء ورجعوها. والله والله لولا في معاهدة سلام بيننا وبينهم لقلت إن المصريين هن يلي سرقوا البنك. صدقني أدون إسحاق هليفي أدون مناح. سهلا أدون هليفي. أنا شخصياً آسف إنه إحنا فيقناك من النوم وجبناك بس لأنه عنا قضية مهمة كتير وحابين نستشيرك فيها. قضية؟ قضية شو؟ خلينا نروح المكتب. شوف. بفكاشا أدون هاليفي بفكاشا. تدا تدا أدون مناح. أني روتسيشي تراجع لغامري لأن المعلومات يلي بدي أسألك عنها بدي الأجوبة تكون كتير دقيقة. أوكي دقيقة كتير. بفكاشا ليمون. أنا أول سؤال بحب أسألك إياه هي الخزنة الرئيسية اللي بالبنك يعني تقريباً قديش بتساع مصاري فلوس؟ معسرين لشلوشين مليون دولار كمان؟ ما بيقوم ما بيقوم. هذا هو بنك ولا مصرف اكسشنج؟ أكو تحويلات كثيرة لازم تبقى كاش مش على المرتبات مال الهيئات الأجنبية مثل السفارات ومكاتب التمثيل الدبلوماسي. أوكي أوكي. طيب تقريباً يعني مستر هاليفي تقريباً حسب ما أنت بتعتقد هلأ حالياً هلأ بهالوقت بهذه اللحظة قديش ممكن يكون في مصاري فلوس بالخزنة؟ هو اليوم بالذات في وضع خاص ولا خاص سبيشل كيس. ممكن أعرف شو هو هذا الوضع الخاص؟ أكو تحويلات من بنك أمريكا إكسيت كاش يعني الموجود في الخزينة اليوم ما يقل عن 200 مليون دولار. طيب وفي ناس كتير بيعرفوا هذا الرقم؟ أنا شين بوديديم لما أدون ناح بفكشة أدون هاليفي بفكشة. ما تسألني أي سؤال لو سمحت. أنا صار لي 30 سنة بشتغل هون بهذا المكتب ولا مرة حدا سألني أي سؤال. حتى لو حدا سألني أنا ما بجاوب. حتى لو بعرف حتى لو بعرف المعلومة ما بحكي. تيكانيس خلينا نحكي بهدوء شوي أنا وأنت. أنا محتاج أشرب الليموناد تبعك أكثر منك بهاللحظة لأنه ارتفع ضغطي الأدرينالين. مستر هاليفي السيستم تبع البنك سيستم
كله على بعضه متظبط على طريقة عالمية متطورة، ما هيك؟ لفضاي يا دول ملاح. لفضاي رافي دافيدوفيتش هو اللي زبط السيستم صح؟ كين هدول مناح جينيوس جينيوس دافيدوفيتش عبقري، هو بيقوم بشغله بشكل جيد جدا. لكن شو الشيء اللي ما بيعمله بشكل جيد جدا مستر هاليفي؟ يعني بيشرب كثير وسلوكياته في الفترة الأخيرة مش عاجباني، أني أنذرته أكثر من مرة. لأنه هو تجوز بنت صغيرة، بنت صغيرة أصغر منه بكتير، ما هيك؟ عيلات اسمها عيلات صح؟ مستر مناحم أرجوك أني قلقت، قل لي شو صاير. ما تسألنيش، أنا ما بحب حدا يسألني أبدا، وقلت لك هذا الحكي قبل شوي. مستر ليفي، بنك لقومي سرق، يعني نحن سرقنا، you understand؟ سرقنا. الله، الأرض أجمل حاجة في الدنيا يا أولاد، شايفين الروعة؟ حد يبقى عنده جمال ده كله ويتاخد منه ويطرد، ويجوا اليهود يعملوا مستوطنات عشان يعملوا حياة مزيفة وكدابة لناس غرب، بس الأرض مش حباهم. اليهود كل شوية يعملوا مستوطنات، مستوطنة ورا التانية ورا التالتة، والعالم كله واقف يتفرج. أنا عايز أصلي هنا يا شيخ حسن. يبقى أنت اللي لازم تأمنها يا باشا. لا، أنا هصلي وراك يا شيخ حسن. Thank you.
يعني 200 مليون دولار منشان ناس يشيلوهم من البنك وينزلوهم على السلالم لتحت على الشارع. أكم من واحد لازم يكونوا؟ اللي فخوت أخذ عصار هدو من الخير. ها؟ أخذ عصار. أخذ عصار؟ هاي فرقة كرة قدم. يعني كيف دخلوا على البنك وطلعوا من البنك وما حد شافهم؟ إيش يعني؟ لابسين طاقة الإخفاء؟ رافي دافيدوفيتش أدو مناحم. هاجون شلانو رافي. شلوم رافي شلوم. شد حيلك. هلا نحن رح نطلب لك قهوة مشان نصحصح شوي ونعرف نحكي كلمتين. كافي كافي. هري اب. هن العباقرة هيك دايما عندهم أفكار كتير بيحملوها زيادة عن اللزوم، بس لازم يفرغوا من وقت للتاني مشان يرتاحوا حتى مخهم ما ينفجر. رفي طفو 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 رفي. تسيم لف لدفراي خبيبي، إذا كنت أنا بدي أدخل لجوات الخزنة تبع بنك لأمي، أنت برأيك شو هاد رأي بسيط؟ إيش هي العوائق اللي ممكن تعترضني؟ معلش خدني على قد عقلي. أنا دخلت لجوات الخزنة وتجاوزت كل العوائق الكهربائية وصفارات الإنذار وكل الأبواب المسكرة ووصلت، تعرف ليش؟ وصلت للليزر تبعك. أدو مناخم، لا يمكن حد يعرف يدخل لغاية هناك لأني الكود اللي مصمم بيه حركة أشعة الليزر معمول وفيه احتمالات عشوائية لا نهائية، يعني لو في ناموسة هتعوز تدخل هتتحرق فورا. الموضوع معقد جدا أدو مناخم. معقد؟ موضوع معقد معقد معقد، يعني لو ناموسة هتتحرق فورا فورا. طب والكود ده معك؟ حتى انا ما اعرفش افكه، لو حاولت افكه مش هعرف، لانه هو بمجرد ما بيشتغل بيعيد ترتيب اوضاعه تلقائيا من نفسه كده. ادو مناخم، دي مش اي خزنه كده على الماشي واي حد معدي يفتحها يعني. طبعا طبعا، بس في حد دخل لحد الخزنه وصل لهنيك ووقف مفعول الليزر تبعك. انزلوها في شاري يا دو مناخم، انزلوها في شاري. كوفي. انا محتاج هذه القهوه اكثر منك منشان اصحى. انت فايق ورايق، بس انا لازم فيق. احكي لي يا رفي، انت كنت مقدم طلب على بنك في سويسرا منشان تتوظف بالبنك، مش هيك؟ مظبوط يا دو مناخم، بس هما اللي كانوا طالبيني. خلص، هن بعد اللي صار مش ممكن ابدا انهم يوصفوك. ذكر انا لو مأمين لو مأمين. رفي، انت في مشاكل بينك وبين المدام مش هيك؟ أدو مناخم، انت بتتهمني بيه؟ مش بتهمك ابدا. قل لي يا رفي، انت اخر مره كيف دفعت ديونك؟ انا كنت واخد قرض من البنك وأدو هليفي عارف كده. قصدك ايه؟ اسمع يا أدو مناخم، أنا ما اسمحلكش إنك تتهمني اتهام بشع بالشكل ده. قصدك إيه يعني؟ أنا هكون بعت الكود وأخدت تمنه؟ هبيع بلدي؟ هبيع إسرائيل يعني؟ نيم أصلي يا أدو مناخم، نيم أصلي. شفت يا رفي إنك أنت فقت من غير ما تشرب القهوة؟
وعلى فرض ان انا بعت الكود زي ما انت متوقع، كان هيدخل البنك ازاي؟ هيوصل لغايه الخزنه ازاي؟ اضم ناخم، الكلام اللي انت بتقوله ده لا يمكن يتحقق باي صوره من الصور. اوكي اضم ناخم، انا مهندس كمبيوتر مش حرامي، وخليني افكرك مره كمان، انا واحد من اكبر 3 خبراء سيستم امني واشعه ليزر في العالم ده كله. صح صح مظبوط، طبعا انا بعرف هذا الشيء، وانت فخر بلدنا، اسرائيل كلها بتفتخر فيك، ما هيك حبيبي؟ ادون مناحم، ادون مزرعي، شيخك اللي باب يسراد هشني. شالوم أدون مزرعي. شالوم أدون مناحم. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شاي؟ كيك؟ بفداي تيه لأدون مزرعي. أهلا وسهلا أدون مزرعي. أنا شخصيا سمعت كتير عن القهوة الحلوة تبعك، جاي على بالي شي يوم إني إجي أقعد عندك أشرب فنجان قهوة، بس مشاغل. زي كابود لي أدون مناحم. أهلا وسهلا. أنت عارف طبعا اللي حصل بالمبنى اللي جنب القهوة، الانفجار سمعت فيه؟ أنا أول ما عرفت نزلت من البيت جارية فندم عشان أطمن على القهوة. أنا كنت قافل يومها عشان أجازتي السبت. تودا لهيل، تودا لهيل أدون مزراخي. أدون مزراخي، أنت تعرف رافي دافيدوفيتش؟ أمال ده زبون عندي أدون مناحم. كويس كتير. ومين غيره زباين عندك في القهوة؟ ناس كتير. ناس كتير أدون مناحم. الحقيقة تقريبا هم ما بيتغيروش، بيعتبروا القهوة مكانهم. كويس، زي بيتهم طبعا. زي مين يعني من الزبائن؟ يعني رافي لما بيجي عندك في القهوة مين الشلة تبعه؟ عوفاديا سماك. ايوه، روني ميتال السمسار. كويس كتير. أدون ناجي عطا الله المصري. مين ناجي عطا الله؟ ناجي عطا الله. ناجي عبد الله هو اللي كان الملحق الإداري بالسفارة المصرية، عمل شوية مشاكل بعدين هو استقال أو مشوه. أيوة أدون مناحم، بس صدقني كان راجل كويس قوي، كان بيعمل روح للقهوة. بعد ما مشي افتقدناه، هو مصري صحيح لكن كان بيحب إسرائيل كتير. هنا يا باشا، هنا يا باشا، انا مش قادر اخد نفسي، نستريح شويه بقى. هنريح هنا شويه. يلا جماعة بيسلموا عليك يا حجة فاطمة وبعتولك الأمانة هاي.
بالأول طمني عليهم، إن شاء الله يكونوا نجحوا في العملية بتاعتهم. الحمد لله، هن خلصوا مهمتهم وطلعوا برات الحدود. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. بس مش المفروض كانوا يرجعوا على هون؟ ما كان بينفع يا حجة، نحن هربناهم من الحدود اللبنانية، وبعدين رح يقابلهم أبو وهدان وهو رح يتصرف معهم إن شاء الله. يا رب، يا رب يوفقهم. يا سلام على كوباية شاي دلوقتي مزبوطة، الواحد يدفع فيها مليون جنيه. مليون جنيه في كوباية شاي يا باشا؟ ده أنا بقالي 16 سنة بسحب شاي من القهوة، ما دفعت 6 جنيه. بص يا عبد الجليل، الحاجات بتغلى وبترخص حسب الوقت اللي أنت عايزها فيه. يعني الملايين اللي معانا دي اللي إحنا نايمين عليها وعاملينها مخدات دلوقتي ما تسواش حاجة. بس لما نرجع مصر إن شاء الله بالسلامة حياتكم هتتغير كتير. بقول لك إيه يا باشا؟ دلوقتي إحنا كل واحد فينا عارف هيعمل إيه بالفلوس. سعادتك بقى ما قلتلناش، هتعمل بيها إيه؟ الحاجة الوحيدة اللي ما عملتش حسابي فيها، بعد ما هاخد الفلوس دي هعمل بيها إيه؟ تعيش بقى يا باشا وتدلع نفسك. استغفر الله العظيم يا ربي من كل ذنب عظيم. أنت يا أخي مش هتتصلح وتتعدل خالص. بس بقى يا شيخ حسن بقى، وأنا قلت نخالف الشرع. يعني أنا لو مكان الباشا كان زماني متجوز أربعة وقعد بغير فيهم، ما دام قادر، إيه اللي يمنعني؟ ربنا يهدي. ساعات يا إبراهيم كنت أسأل نفسي، الناس المليونيرات اللي عندها فلوس كتير قوي دول بيعملوا بيها إيه؟ لما الفلوس جت السؤال بقى أصعب. عايزين تعرفوا رأيي إيه في الموضوع ده يا ناجي بيه؟ قول يا نضال. أنا رأيي إن الفلوس دي ما تتقسمش، وكل الدولارات اللي معانا دي نعمل بيها مشروع ضخم، وحضرتك تبقى رئيس مجلس الإدارة واحنا شركاء فيه. ايه رأيكم في الاقتراح ده يا جماعة؟ ده اقتراح عظيم، انا موافق طبعا. كل واحد حر يبقى يعمل اللي هو عايزه. يسلم فمك يا باشا. شركة ايه؟ قامت عناصر من حزب الله بالقبض على 8 جنود إسرائيليين تسللوا إلى الحدود اللبنانية فجر اليوم، وتم اعتبارهم أسرى حرب ومعاملتهم معاملة الأسرى إلى أن يتم التفاوض بشأنهم أو تبديلهم بالأسرى اللبنانيين في المعتقلات الإسرائيلية. نعلن نحن حزب الله بالقبض على 8 جنود إسرائيليين تسللوا على الحدود اللبنانية فجر اليوم، وتم اعتبارهم أسرى حرب، سيتم معاملتهم كأسرى لأن يتم التفاوض حولهم أو استبدالهم بأسرى لبنانيين في المعتقلات الإسرائيلية. ألو؟
هذو من أخيم ما شنع ما بالتلفزيا لو أمتي زي الشيكر. أنا بقدر أكد لك إنه ما فيش أي جنود عبقوا الحدود ولا حتى تركوا مواقع. جيش الدفاع الإسرائيلي حيأكد هذا الخبر فورا. لو لو شاول هاي دعاء نخونا مش راح نكذب هذا الخبر. هدول بلادنا لأسرى هدول لإلنا وبدنا ياهون في حدا بيسيبوا لهاتو. بس هدول مش جنود إسرائيليين. القيادة حكيت معي هسا وأكدت لي هذا الخبر. أنا بعرف وأنا معكم مع القيادة وبعرف إنه هدول مانن جنود إسرائيليين. بس هدول أغلى من أولادي. هيك زي هدول لأنه هدول هن الثمانية يلي سرقوا البنك. فهمت يا شاول؟ هدول هن الثمانية يلي سرقوا البنك. روح انت ارتاح لساعتين. يلا اتركني لوحدي. اسمع خلوا لي رف. والله يلي عملتوه عمل عظيم يا أخ ناجي. انتو عملتوا عمل بيشرف وبيعلي الراس يا أبطال. الله يخليك أبو حسين. وده حقيقي قبل اللي انتو بتعملوه. مصر أم الدنيا قلب العروبة النابض. مهما قالوا عنا مارين في شباب أمثالكن عم يضحوا بأرواحهم حتى يعلموا الصهاينة الدرس ما بينسوه أبدا. مثل ما بيقولوا المصري ضربة معلم. طب شو بقى أبو حسين دلوقتي؟ الحقيقة يعني أكلنا عيش وملح مع بعض وانتوا أكرمتونا وقابلتونا مقابلة ما فيش بعد كده. ليه هالكلام يا سيد ناجي؟ ولو ما نحن أخوة. طيب يبقى كل واحد في قلبه حاجة يقولها للتاني عشان النفوس تبقى صافية. اتفضل قول يا أخ ناجي. مصر مصر يا أبو حسين. مصر هي اللي طلع روحها 60 سنة وهي بتحارب وقفلهم زي الأسد والشايلة القضية فوق دماغها. مصر هي اللي عبرت في 6 أكتوبر وانتصرت ودفعت عن كرامة الشعب العربي كله. مصر اللي شقيت وتعبت وضحت بشباب زي الورد. طب تقولوا عليها إنها باعت القضية برضه؟ ده احنا فرحنا لكم وهتفنا لكم والشارع كله كان معاكم لما نزلتوا الصهاينة تحت الأرض 35 يوم في ملاجئ زي الفيران. اللي عشت في مصر عمره ما يكبر مهما عمل. مصر هي الأم واللي عشت أمه هو اللي خسران.